السلام عليكم، كدرسوا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في موديلات جداد، نتمنى يعجبكم البنات. اول حاجه اللي دخلت لا فيديو ما تنساش جامل الفيديو، اللي كنتوا اول مره تزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا فيها، فعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. اللي بغيتوا تدوزوا كومون تواصلوا معايا في الرقم عبر الواتساب، هذا الرقم خاص فقط بالواتساب 06 23 47 09 67. خليوا لي ميساج او اوديو، والمهم غنحط لكم هنا بعض الموديلات، واللي بغات موديلات اخرى يدخل عندي الواتساب. بالنسبه للتوصيل راه في الامانه او مع شركه خاصه تيديروا التوصيل خارج المغرب، تنرسل ركوموندي وابتداء من 50 درهم، يعني ركوموندي تطلع رخيصه على حسب شحال خدتو، ولكن دائما تبقى ركوموندي هي ارخص الارساليات لخارج المغرب، يعني في اي دوله كنتو توصلكم الكوموند ديالكم. واللي بغيتو تشتركوا في المسابقه يكفي انكم تخليوا التعليق ديالكم في اي فيديو تنحط، وتكونوا متبعين القناه وتشجعوا القناه بالجيم والبارتاج، وحظ موفق للجميع. تحت طلبكم البنات، بزاف لي بغاو لي سوتوار روميين، يعني تيجيو مع اللباس رومي تيجيو طوال. هادو هما الموديلات اللي متوفرين، وبالنسبه لهادو راه من الماركه لاسي، وبالنسبه للثمن ديالهم كلهم نفس الثمن 140 درهم. سوتوار يعني تيجي طويل. بالنسبه للاطقم البنات ديال لاسي، كاين هادو البنات اللي تيسولوا على الاطقم، يعني مثلا تحط ليا واحد الموديل ديال طقم مخرم تتقول ليا هذا بغيتو في اللاسي، ما كاينش البنات شي حاجه في اللاسي من غير الماركه، هما تيخدموا في الاطقم الماركه. انا غادي نعاود نقولها ليميتاسيون ديال الماركه، لانه لاسي ما عندهم الموديلات محدودين. كاين تاني تسوني على لي مارياج واش كاينين في اللاسي، ما كاينينش في اللاسي. بالنسبه للاطقم البنات الثمن ديالهم 220 درهم 4 بياس. واللي بغات هاد المشيشه هادي، هادي ماركه اسبانيه، اللي بغات تتواصل معايا. المهم البنات غير لي الضحك فقط، المشيشه تحطات ليا مع التصاور، تندير المونتاج وتحطات ليا مع التصاور، كانت رسلتها ليا اختي، هادي المشيشه ديال اختي، تحيه ليها من هاد لا فيديو هادي. وصافي ودوزتها خليتها، قلت غادي نخليها وصافي لي الضحك فقط. وكاينين البنات هاد الاطقم هادو ديال العقيق، فيهم الكولي فيهم الحلقات وفيهم واحد هذاك البغاصلي كله بالعقيق، وفيهم الخاتم، كاين هاد اللوينات وهاد الموديلات، وتجي فيهم هذيك البوندونتيف اللي تيجي الوسط كبير، ودوك الحلقات تيجيو نازلين. المهم بالنسبه لهادو الثمن ديالهم 250 درهم الطقم كامل. اللي بغات شي حاجه البنات تواصل معايا في الرقم اللي تيبان لكم. كاين هاد الموديل هذا ديال السنيسله مع الخريشيشات والكورميطة ديالها والحلقات، 3 بياس، طقم ديال 3 بياس. هادو هما الشكيلات اللي فيهم، هادو البنات من لاسي، هادو الثمن ديالهم 130 درهم البنات، هادو سولد 130 درهم. وكاين هاد الموديل هذا، وباقي البنات اللي بغاو الكورميطة ديال لاسي، وهذه البنات مطبوعه. بالنسبه للكورميطا والكولي راه تتجي عريضه، والثمن ديالها 190 درهم. اللي بغات شي حاجه البنات تدخل عندي في الرقم هذاك، راه خاص بالواتساب فقط. كاين هذا الكولي هذا مع الكورميطا ديالو، هادو تا هما البنات من لاسي، هادو الثمن ديالهم 200 درهم. راه الكورميطا والكولي تيجيو غلاض. وبالنسبه لموديل جداد ديال الساعات، هادو هما الموديلات اللي غتشوفوا، كاين واحد الموديلات اللي باقيين سولد 130 درهم، وكاينين وحدين اخرين 150 درهم، يعني الساعات ما بين 130 و150 درهم على حساب الموديل. هادشي اللي كاين اليوم، راه تقريبا حطيت لكم بزاف لي موديل ديال لاسي، حيت كاين بزاف تيقول لي جيبي لاسي بزاف، غير هو تيبقى لاسي راه موديلات ديالو محدودين، يعني راه ما فيش لو شوا بزاف، حيت كاين اللي غلط تيسحب له لاسي راه فيه بزاف ديال لي شوا، ما فيش بزاف ديال لي شوا. المهم هادشي اللي كاين في لا فيديو ديال اليوم. دابا غادي نخليكم مع بعض الصور من الكتالوج، من لي يعني موديلات كنت ديجا حطيتهم لكم. تنتمنى لا فيديو تعجبكم، ما تنساوش اللايك ديال الفيديو، وما تنساوش تكثروا من التعاليق باش ان شاء الله يكون عندكم حظ انكم تربحوا معايا في السحب الماجي ديال المسابقه. بالنسبه للبنات اللي ربحوا معايا، جوج ديال البنات راهم ارسلت لهم الجوائز ديالهم،
والحمد لله راه توصلوا بالجوائز ديالهم. حظ موفق لكم انتوما وفي امان الله.